بحضور أكثر من 3000 متفرج قدموا من مختلف بلدية ولاية سقارس. اختتمت بالمسرح الروماني خميسة فعاليات الأيام الوطنية لمسرح الطفل. جماهير غفيرة من الأطفال تبعت عن كثب عروضا فنية استقطبت مختلف الفئات العمرية. سحرونا سلبوا الاحساس، انت ثمينه وما عندك ند، خميسه يا نبض حياتي، سرك بين جوارح ذاتي. ان هذا الموعد الثقافي الذي دخل في تقاليد ولايتنا بوصولها الى الطبعه 18، والذي تشرف عليه سنويا جمعيه الحسن الحسني للثقافه والفنون، لهو دليل على المجهودات المبذوله من طرف الجمعيه لادخال البهجه الى قلوب اطفالنا. المسرح الروماني بموقع خميسة الأثري شهد توافداً جماهيرياً كبيراً في ظل الركود المميت الذي تعرفه الساحة الثقافية والفنية المحلية. هي متنفس كل مواطن سقراسي وكل مواطن صدرات، نتمناو تكون طبعات اخرى وتكون مشاركات اخرى. خميسة هي مدينة أثرية وفسحة من الهواء الطلق، هي قديما كان الرومان وتقيم فيها الحفلات، وإن شاء الله يكون ديما يحطون لنا هذه الحفلات. طبعة وما بعدها تبقى بحاجة ماسة إلى دعم وتشجيع لترقية الأنشطة الثقافية والفنية وإدراجها بشكل فاعل في تنمية السياحة الأثرية بالمنطقة.